السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جميل، وأصبحنا وأصبح الملك لله مع صباح جميل وجديد، هنا أيضا مع أيام موسم البلدة ونجم البلدة السياحي. اليوم شاطئ جديد من خلاله ننطلق معكم ومع الزوار الحاضرين المتواجدين في هذا الموسم الجديد والرابع من مواسم البلدة السياحية التي تتجدد وتجددت منذ عام 2016. البداية اليوم من شاطئ الستين الممتد من المنصة هنا، وطبعا شرقا باتجاه نهايته هنا. نبدأ معكم مع لقطات متنوعة، ولكن للزوار والحاضرين في كل يوم من أيام البلدة جدول سياحي يبدأون طبعا من خلاله مع تناول وجبة الباخمري أو وجبة الصبوح أو الفطور، ثم طبعا يأتون إلى هذه الشطآن، ومنهم أيضا من يأتي به سفري إلى هذا المكان. قبل الانطلاقة والبدء معكم في فقرة هذه الحلقة المتنوعة، نبدأ معكم أولا بهذه اللقطات عن بدء اليوم الصباحي الجديد هنا في مدينة المكلا والباخمري. اشتاق لكل عاشق، اشتاق لكل عاشق من وقت لآخر، ونادوا بالمدى مشتاق. منسى المكلا إلى عاشق، منسى المكلا إلى عاشق، ذا يومنا بالمكلا سيد العشاق، بعد المكلا شاق. هنا أيضا طبيعة هذا اليوم، بداية اليوم هنا في مدينة المكلا الذي يبدأ طبعا بتناول وجبة الباخمري مع وجبة الإفطار. هنا يأخذون طبعا، البعض يأخذ هذه الوجبة سفري إلى الشواطئ والسواحل، والبعض يتناولها هنا ثم يذهب أيضا إلى شاطئ البلدة. نحن معكم أيضا نبدأ هذا اليوم وهذا الصباح بهذه الوجبة وننطلق معكم إلى شاطئ البلدة. اشتاق لكل عاشق، اشتاق لكل عاشق من وقت لآخر، ونادوا بالمدى مشتاق. منسى المكلا إلى عاشق. هنا أيضا للتعرف عن ما مدى الإقبال خصوصا في هذا الموسم كموسم سياحي، أيضا مع الأخ محمد أحمد بحاذرة. وجبة الباخمري هي يومية بالنسبة لكم حتى في غير البلدة، لكن إيش الفارق بين أيام البلدة ويعني الأيام العادية؟ أيام البلدة يكون فيه ازدحام يعني من البشر، يعني يجون ازدحام عندنا كتير، يعني ما ننتهي موسم البلدة. يعني يوميا يكون ازدحام؟ ازدحام يوميا كل الموسم، يعني يكون فيه ازدحام هذا. متى تبدأون في عملية البيع ومتى تنتهي؟ عملية البيع خصوصا بموسم البلدة نخرج من الساعة 2:30 الفجر. يعني دوامكم من 2:30؟ نقوم يعني نطبخ من قبل تحضير. قبل تحضير ونخلص فوق يعني 7:15 6:30 يكون خلاص، ما عاد في كم يعني. حسب الازدحام يعني نمشي. زكريا عمر العطاس. حياك الله. والاخ ايضا عبد الله بامهري. حياكم الله. مع الباخمري. الباخمري الان هذا يعني رايحين على الشاطئ ولا؟ بنجينا نرجع الشاطئ ان شاء الله. الشاطئ الان ملان يعني طلعنا منه. يعني كنت جيتوا من الشاطئ؟ اجينا من الشاطئ. يعني تغسلت؟ غسلنا الحمد لله. بعد الفجر ولا؟ بعد الفجر. يعني انتوا عندكم الجدول يعني ثاني، اولا تخرجوا البحر بعد الفجر، بعدين تجوا الصبور. كنت باخمري يا اخي. حياك الله. يعني وجبه الباخمري اساسيه. اساسيه لازم كلها. والان زادت مع البلده الناس واجدين يعني، كان مول قليل يعني. الان كثير يعني. نزل بالعيال معك؟ نزل بالعيال يعني. بلاش. هنا طبعا الاصحاب والاصدقاء يتجمعون. يكاد يكون هذا هو مركز تجمعهم هنا في هذه الاماكن هنا عند الباخمري. كيف حالك؟ الحمد لله. من اسمك الكريم؟ فارس عبد الرحمن باشوي. من باشوي. باشوي حياك الله. من هنا ولا مغترب؟ لا مغترب. تجي للبلد ولا؟ لا انا لي فتره هنا. كيف المكلا؟ والله تمام الحمد لله. واضح معك باخمري. صبوح ولا كيف؟ لا صبوح. وين تاكلوا هنا ولا تروحوا البحر، ولا اول تاكلوا بعدين تروحوا؟ لا اول شيء ناكلوا هنا بعدين نروح البحر. يعني اليوم على الشاطئ. اليوم على الشاطئ. يلا نشوفكم بعد شوي ايضا على شاطئ البلده هنا، ونحن معكم نستمر. وهكذا طبعا يوم من ايام وصباحات البلده يبدا طبعا بهذه العادات اليوميه.
الأجواء السياحية والأجواء هنا في مدينة المكلا؟ ما شاء الله الأجواء طيبة جدا، ما تحتاج يعني أمن واستقرار، والبحر ما شاء الله بارد وما يحتاج. الجو العام يعني في المدينة كيف تشوفه؟ جميل جدا، ممتاز ما شاء الله، الأجواء مناسبة جدا يعني، لا حر ولا يعني جو معتدل ما شاء الله، ممتاز جدا. الرسالة توجهها الآن يعني للمشاهدين اللي يشاهدونك عبر قناة حضرموت، إيش تقولهم وأنت في شاطئ بحر المكلا؟ والله ما شاء الله الأجواء طيبة، يعني من عنده فرصة وقادر يروح شوية على نفسه وأهله، فهذا شيء طيب يعني. ما شاء الله يعني تحضر كده مع العائلة. أي والله أي والله الحمد لله. نعم إذا ما شاء الله فرصة طيبة ما شاء الله. والأخ الكريم محمد صالح بن عمران المشجري برضو من وادي عم؟ من وادي عم نعم، يعني أخو الدكتور. أخو ما شاء الله. نعم. الأجواء في مدينة المكلا، انطباعاتكم الآن وأنتم تحضرون تشاركون حتى مع أطفالكم ما شاء الله؟ أي والله أجواء ما شاء الله ممتعة رائعة، وصراحة اللي يميزها المكلا عن غيرها بشواطئها الخلابة صراحة، وطبيعة جوها وأهلها. احنا زرنا دمام، الخبر، الجدة، كل مكان دايم يعني لكم جولات سياحية. يعني صراحة ما في زي المكلا، يعني الشواطئ الأمواج هذه في جدة ما شاء الله يعني راكد الأمواج، في الخبر، الدمام، الحسا، يعني كل مكان سبحان الله يعني ما في زي المكلا ما شاء الله. وبرضه ما شاء الله الجو، لأن احنا في صيف بس الجو برضه ما شاء الله بارد، و الجو طبعا مع موسم جدا رائع صراحة، جدا رائع. بس ايش الفعاليات اللي تشاركون فيها؟ يعني ما تلعبوا كراه، ما تزاولوا نشاط؟ والله دوبنا وصلنا وجايبين الحليب معنا والباخمري، يعني صبوح مع الجو كذا مع الصباح. اي اكيد اكيد هذا شيء ما شاء الله. يعني تنزلوا مع العائلة هنا؟ والله دوبنا اليوم اول يوم نازلين. اي والله دوبنا امس واصلين ما شاء الله، الموسم البلدة الان حتى الفنادق، لان ثلاث ساعات ندور امس ما لقينا فنادق من كثرة الزحام. من كثرة الزحام ما شاء الله زحام. وننصح صراحة الناس هذه الأيام زيارة المكلا، وجو ممتع ورائع جدا جدا ما شاء الله. إذا من وادي عمد مجموعة من الضيوف القادمين والوفدين فقط خصيصا لحضور هذا الموسم السياحي هنا في مدينة المكلا، وهي أيضا تتزين ما شاء الله بشطآنها. ما شاء الله هذه بنتك ولا؟ هذه جوري بنتي، وهذا ولدي صالح. تعال يا صالح. صالح تعال. تعال. تعال تعال ما شاء الله. هذه جوري، من اسمك؟ جوري من؟ جوري ما شاء الله تلعب، والأخ ما شاء الله صالح أخوها صالح. أيوة. اسمك من كامل؟ صالح. صالح من؟ تكلم. بن محمد. بن من؟ بن محمد بن من؟ صالح بن عمران. ما شاء الله. من فين يا صالح؟ من وادي عمد ولا من المكلا ولا من فين؟ من وادي عمد. إيش تسوي هنا؟ كأنك وين الكره اللي معك؟ صالح ما شاء الله معه الجزمات بس الكره فين الكره؟ الحين مستعد هو بغى يسبح. يسبح؟ أيوة. طيب انت قبل خليته يصورك، خليه الان يصور. ما شاء الله صالح يعني مصور. ايه ما شاء الله عليه مبدع سبحان الله. الاطفال الان يعني في وسائل التكنولوجيا هذه مبدعين صراحه، مبدعين مبدعين. البنت هذه لو اعطيتها الجوال تدخل الاستوديو، تدخل الالعاب، وما شاء الله تفتح ما شاء الله. الحمد لله الله يحفظهم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه ومشكورين الله يحفظهم. طبعا هنا يبدو الصباح ككل يوم مع هذه الفقرات الرياضيه التي يقوم بها مجموعه طبعا من الشباب، فقرات رياضيه وتنشيطيه ايضا. كيف الحال؟ والله حياه وسهلا حياكم. نتعرف عليك. محمد عبود بوزير. من فين؟ من وادي العين. وادي العين؟ طلعتوا من وادي العين؟ لا والله ساكن في المكلا. ساكن في المكلا. كيف اليوم اجواء البلده وموسم البلده؟ والله ما شاء الله تمام الحمد لله، حلو والله، هو الجو حلو والبحر بارد. بديتوا بالرياضه؟ تعملوا رياضه؟ لازم ذا لازم. ليش لازم؟ مشان الايام تطمر في البحر بارد، الحين تو تسوي رياضه سخن لازم. ايوه الله. هنا ايضا مجموعه من الشباب الحاضرين المتواجدين، البعض طبعا اغتسل من الصباح الباكر، والبعض ايضا ما يزال ينتظر هنا من اجل الاستحمام. كيف الحال؟ تعال. الحمد لله. نتعرف على اسمك ومن فين؟ من مدينه تريم. من تريم. أيوة. ما شاء الله من مدينه تريم. اسمك الكريم؟ سبيت كرامه سلمان مومن. سبيت مومن. جالس في المكلا ولا طالع من تريم؟ لا انا طالع من تريم. يعني كيف تقارن الاجواء بين تريم؟ اكيد حراره وكهر صح؟ ايوه كهر. كيف حرارة. الاجواء هنا؟ انا ايوه رطب. حلو حلو. اغتسلت؟ نعم. كيف البحر؟ بحر عيب. ما في بحر في تريم؟ لا لا. اذا هنا ايضا واهالي المكلا طبعا، او المكلا تحتضن اهالي تريم وسيئون وجميع المناطق. تعال كيف حالكم؟ من فين؟ انا من هذا شبوه. الى شبوه.
شبوة اليوم في المكلة. الحمد لله. عايز تعرف على اسمك الكريم. أحمد ناصر سالم علي دروس سليماني. حياكم الله يا أصحاب شبوة. الله يسلمك ويبقيك. اليوم في حضرموت. جينا البارح عشان البلدة. يعني البارح مباشر؟ مباشرة عشان هذا ثالث مرة أجي لها من السعودية. آه ما شاء الله، أنت الحين في شبوة ولا جيت من السعودية ولا؟ أنا جيت من السعودية إلى شبوة. جاء من السعودية إلى شبوة مسقط الرأس. ومروراً إلى المكلة من أجل البلدة. أنا وعائلتي، هذا أحد أفرادهم. هذا ابنك؟ هذا ابني ناصر. ومن عاده؟ هنا أيضاً الحاضرين هاجر، كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. عالم الصغار؟ نعم. طبعاً اليوم على البحر؟ أي على البحر. كيف شاطئ البلدة؟ والله جميل جداً. كيف اليوم شفتوا الافتتاح والحضور والمتوافدين على الشاطئ؟ والله نفس ما قلت، حضور جميل، وصراحة يعني فرحة لا توصف، يعني انك تشوف ناس متجمعة وانك تشوف مهرجان ويعني تستمتع على الشاطئ وتحس انه يعني جو قد ما هو ممتع قد ما هو روحاني، وتحس انه انت في الوطن وكذا. هاجر النهدي هي مقدمة برنامج عالم الصغار على قناة حضرموت. طيب ما عملت اليوم لقاءات في مع الصغار في كذا؟ على البرنامج؟ لا والله اليوم لا. ما هنا أصحاب الصحافة الحاضرين والمصورين، كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. إن شاء الله مصور اليوم. مصور اليوم نعم. وين الكاميرا؟ التقطت الصور. نعم التقطنا الصور. ما شاء الله صورت من الصباح. من الصباح من الساعة 5 بدينا بالتصوير معنا. الصحفيين المصورين الإعلاميين يوثقون هذا الموسم بكاميراتهم جوالاتهم. طيب تغطي لمن؟ ترفع لمن؟ نحن أتباع إذاعة الأمل، لكن في كل الأمراض نشتغل برضه خاص للعملنا الخاص، مشان ترويج للصور، مشان التقاط الصور، مشان نعرضه للناس، مشان نوضح للعالم بأن موسم البلدة ما في حضرموت ما زال مستمر. يعني يروجون للبلدة بما يملكون من معدات. اسمك الكريم قلت؟ الاسم عبد الرحمن حاج عليهم، من مدينة الحامي. اسم الحامي؟ كأنكم هنا اليوم؟ كنا هنا لتغطية الفعالية بمدينة المكلة لهذه الأيام، لأيام الاثنين والثلاث والأربعاء، وبعدها سوف ننتقل لمدينة الحامي. الحامي عندكم فعالية؟ عندنا فعالية هناك في مدينة الحامي، موجودين الشباب هناك والطاقم يغطون هناك الآن، وفي احتفالية الآن موجودة أعتقد في مدينة الحامي، وكذلك في دير الشرقية بمنطقة شرمة الآن موجودة احتفالية الآن. طيب أصحابك الصحفيين الآن بعضهم راقدين بعضهم نيام الآن. أيوة. ما يحضروا الموسم، إيش تقولهم؟ والله بصراحة ننصح الإعلاميين والمصورين نقول لهم يكفي الركود ويكفي، يعني خلاص الآن أنت الآن نجينا نحن مشان نخدم حضرموت ونخدم البلاد. يعني تلتقطوا الصورة الجميلة ولا من أجل الانتقاد؟ لا نلتقط نحن دائما الصورة الجميلة، نحن الانتقاد صراحة نحن ما نحب الانتقاد، نحن هنا جينا مشان نطور حضرموت للأهل حضرموت. أما حق الانتقاد نخليها على جنب صراحة. شكرا لك، وعدستكم هي عين ما يراه المشاهد هنا. وكيف حالك؟ الحمد لله. من وين؟ من القطن. تعال، أصحاب القطن أصحاب الوادي حاضرين اليوم على الساحل هنا، جيتوا من أجل البلدة؟ أيوه. كيف الموسم؟ زين ما يحتاج. حياك الله. إيش تقول البحر الآن يطلع لهذا المكان؟ تغسلت؟ لا أنا بتغسل الحين. الكثير ما أدري هم خايفين ولا أول بيسوون لقاءات؟ لا أنا خايفين. خايفين. ما نعرف نسبح الحمد لله. هنا طبعا الاغتسال مع الصباحية الجديدة. السلام عليكم، كيف الحال يا طيبين؟ كيف أحوالكم؟ صباحكم سعيد. صباحكم سعيد. كيفكم مع البلدة؟ والله الحمد لله تمام. تغسلت ولا عادة؟ أي الحمد لله. كيف الماء؟ والله برودة. تعرف على اسمك بس الكريم؟ عدنان سنان. من فين؟ من المحويت. كيف يعني سمعت عن البلدة ولا أول مرة طبعا تجي لها؟ أول مرة. أول مرة. سمعت عنها من قبل؟ مش كثير يعني. إيش اللي تعرفه عن البلدة أو اللي سمعته عن البلدة؟ إنه يكون البحر بارد. أيوة. ويعتدل الجو شوية على البحر يعني. وهل هذا حصلته الآن موجود؟ أيوة نعم. كيف الماء؟ برودة. كيف حصل. الماء بارد. بارد بارد. بارد جدا. بارد يعني. كأن الثلج. أبوك أبو وزير. أنت من نفس المكلة؟ عرفته على البحر وعلى البلدة. أيوة توعدنا وأمس نام ما شاء الله شلها نومه، واليوم ما شاء الله. أعطيته معلومات عن البلدة؟ أعطيناه معلومات. حياكم الله. الله يذكر العافية. فرصة طيبة أيضا أن نكون مع مختلف الزوار الحاضرين هنا، وأيضا أخيرا الكريم هنا. محمد علي باصم. من فين؟ من دوعن. دوعن؟ ولا ساكن في المكلة؟ مكلة ساكن يعني. كيف جو البلد الآن؟ والله تمام الحمد لله مرضي. جو بارد؟ جو بارد والله حلوة جميل. تغسلتوا الآن؟ الحمد لله. ما شاء الله بس نزلتوا بدري أنتوا بعد الفجر ولا؟
ومرك بالخير لو نسهن بنشوفك والليالي تمر والعام يتباعوا عام يوم غدرت من مرساك هاجت بحورك والسماء ما صفت من رعدها والغيام مركب الخير لو أنا سهن بنشوفك والليالي تمر والعام يتباعوا عام الأسر والعوائل والأطفال الذين يحضرون ما شاء الله زي ولادي وزي بناتي ما شاء الله. اسمك الكريم؟ إبراهيم سامي إبراهيم محمد إبراهيم بن قصام. من فين؟ من مكلة. من فين من مكلة؟ فين؟ يعني من الديس من الفوة من فين؟ ديس. من الديس. وهذا اسمك من؟ خالد. خالد أنت إبراهيم وهو خالد وأنت الأمورة؟ سجاء. من اسمك نرفع صوتك؟ سجاء. من؟ سجاء. سجاء اسمها ولا من؟ سجو. سجاء وأنت؟ شداء سام ربيع خميس أحمد مزبوط. شداء وسجاء؟ هيبة رياض خميس ربيع أحمد أسود. طبعا أنتوا أخوان ولا عيال عم؟ عيال عم. عيال عم بس ما شاء الله معكم زي واحد. من اللي جاب لكم الزي هذا؟ ما شاء الله الأم. وهنا هذا الأمور من اسمك؟ خالد. خالد من؟ خالد أسود. خالد تغسلت ولا عادك يا خالد؟ تغسلت. طيب نريد منكم مشاركة عشان يعني أمكم وأهاليكم يشوفونكم اليوم. إيش معاكم؟ معاكم إنشودة قالوا صح؟ إنشودة. إنشودة معاكم. إيش الإنشودة؟ في البيت هذا والدكم. تعال كيف حالك؟ كيف حالك ما شاء الله؟ عيالك طيبين. أولادك؟ نعم. وبناتكم؟ شداء وسجاء وخالد أولادي. وهذولو؟ دول أبناء الكريمة ودي بنت عمي. ما شاء الله يعني زيهم موحد وأبناء عم. الحمد لله ضروري يظهروا بالمظهر. يشاغبوكم في البيت بأناشيد وكذا؟ في أناشيد كثيرة معهم ويشاركون في حفلات المدرسة. يشاركون في حفلات. يلا جيبوا لنا أي أنشودة من حفلات المدرسة. بيبي بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو زاكي ومغندر. مغندر ايش معنى مغندر؟ حبوب. تتغسل في البحر. شل شوف البحر. شوف شل هذا البحر. ايش طعم ماء البحر؟ مالح. مالح. وليش يكون مالح؟ ها ليش مالح؟ ماء البحر ايش؟ لا ايش طعمه؟ مالح. ليش؟ ليش؟ طعم ماء مالح ولا طيب؟ مالح. ليش؟ هنا الأمورات الصغيرات حاضرات طبعا بعد الاغتسال. تغسلتوا في البحر؟ من اسمك انت؟ صفاء محمد محروس. من رفعي صوتك؟ صفاء محمد محروس. من وين يا صفو؟ من كلا حي السلام. حي السلام. وانت؟ اسمك من؟ زهد. من؟ زهد. من؟ زهد. زهد. من؟ هاني. هاني من؟ ودعان. تغسلتي بالبحر؟ ايش البحر بارد ولا حار؟ بارد. بارد جام؟ شربتي منه ولا ما شربتي؟ وانت؟ كيف البرد؟ البحر. البحر هنا طبعا مع الأمورات الصغيرات اللعب على الشطآن هنا وعلى هذا السير. من اسمكم؟ إيازي. من؟ إيازي. كامل اسمك؟ إيازي صالح حسين شكل مري. من وين؟ ها؟ من وين؟ من حضرموت. فين في حضرموت؟ ها؟ فين؟ إيش من منطقة؟ وانتي؟ مرام صالح حسين المري. رفعي صوتك واسمع. مرام صالح حسين المري. المري. ونعم. وانتي؟ داري. وانتي؟ أطياف. يلا إيش من نشودة معاكم تغنونها؟ يلا هات حق يا ليلي ويا ليلى. يا ليلي ويا ليلى وش وش فيكي لك يما وقالوا لي للا صغير في قلبي غمة يحب يطير وطير الفل يحب يقص لجناحي ولي ذكراري مخلوق منك طالع لجناحي. مراد جيتوا مع أهلكم ولا مع الوالد؟ وين موجود هنا الوالد؟ وينه؟ تعال أبوهم تعال يا حيه وسهلا.
كيف حالك؟ كيف صحتك؟ تفضل معانا، كيف احوالك؟ والله الحمد لله. كيف صحتك؟ والله بنعمة ما شاء الله. فرصة اليوم نكون معكم. الحمد لله فرصة للجميع ما شاء الله، والجمع الغفير هذا. تعرف اسمك الكريم كامل؟ صالح حسين المري. ما شاء الله، من فين بالضبط؟ من المكلة، حضرموت من وادي عامل، من المكلة. واضح، اصولكم على المري من وادي عامل؟ من عامل. بس ساكن في المكلة؟ ساكنين. تركتم الوادي ولا كيف؟ الوادي لنا فترة طويلة. ايوه منه. ايوه مقيمين هنا ولا خارج؟ لا مقيمين هنا. ايوه حياك الله. اليوم جبت الامورات والصغيرات معك والبنات؟ اي والله، بس مستحيات شوية. ابو تعرف التصوير كذا شوية. بس هم عادي يغنوا في البيت وكل، يغنوا ويشاركون حتى في قناة حضرموت في هذه المرة. شاركت في قناة حضرموت برضه؟ شاركتي في قناة حضرموت في عالم الصغار ولا ايش؟ الدعاية هذه حق الترات اللي في عند السدة. ما شاء الله، انت تلبسي الزي الشعبي. سعيد احمد بن بركات لا وزير. من فين؟ من مديرية ساه. من ساه ما شاء الله. يعني اول مره البحر. اول مره يعني يجي للبحر هنا. اول مره في حياتي. اول مره في حياتي يجي للبحر وتدخل البحر. ويدخل البحر اول مره في الحياه. في حياتك ما شاء الله. كيف شفت البحر واجواء البحر؟ والله ممتاز، يعني جيد مره. مع البلده مع الامور هذه يعني ممتازه صح. يعني ما شاء الله، كيف الان تشوف اجواء المكلة وهي ايضا تحتفل بمهرجان البلده السياحي، ضيوف ايضا قادمون من كل مكان؟ والله شوفها جيده مره وممتازه يعني لاخر حد يعني، وبحر بارد مره. تفاجات بها ولا يعني مفاجاه؟ ما شاء الله. مجموعه ايضا من الشباب، مجموعه كبيره من الشباب. ما شاء الله، اسمك الكريم؟ احمد فضل احمد بوهادي. من فين يا احمد؟ من ساه، مدرسة. كلكم من ساه؟ كلنا من ساه. يعني كلكم طلعتوا سياحه ولا زياره؟ سياحه. يعني طلعتم زياره؟ ايوه زياره للبحر العظمى. ما شاء الله، يعني اجواء الشباب اليوم الحاضرين وانتم كذلك وانتم تحضرون في هذا اليوم. ما شاء الله اجواء حلوه وعشاطي بقى الناس كلها تغسل. ايوه. يعني طلعت للمكلة لحضور موسم البلده ولا ساكن المكلة؟ لا موسم البلده. يعني اجواء المكلة وايضا طبيعه اهالي المكلة وشطان المكلة. مدينه حلوه ممتازه وعدان البلده. ايش اللي عجبك في المكلة؟ والله كل شيء يعجب فيه. أفضل شيء بس عجبك إيش هو؟ والله البحر بالبلدة الناس. يعني دايم تجي للمكلة؟ هل جيت في موسم بلدة يعني سابق ولا هذه أول مرة؟ لا جي دايم. يعني أجواء البحر الآن مع يعني هذا الصباح؟ والله أجواء ممتعة. الشباب الحاضرين وأبوا إلا أن يكونوا على الشاشة حاضرين. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من وين واسمك؟ من مديرية الضليعة قارة الفرس. أصحاب الضليعة حاضرين هنا. اسمك؟ يوسف سعيد بن سميدع. يوسف بن سميدع. من صوت البن سميدع؟ صوت البن سميدع معروف. كيف السيطان برد فيها؟ بالأيام الجوز تمام. واسمك؟ محمد حسين السومحي. من وين السومحي؟ من رأس حوارة. رأس حوارة برد عندكم؟ أيوة برد. والآن؟ سعيد عبد الله بهرب. من وين؟ من حي الشيد خالد. من هنا؟ نعم. بيتكم اكيد هذا؟ ايوه اكيد هذا. حياك. تتصبحوا عندي تو تعزم قدك؟ مش مستعد؟ مستعدين ليش لا؟ يلا طبعا شباب الان يتغسلوا في البحر ومنظر الاغتسال. نحسب الثلاثة وعلى البحر. يلا شباب، 1 2 3 الكل على البحر طبعا هنا. هنا الشباب الحين نقول لكم شباب انت ولا اطفال؟ شباب اطفال اللي بوته
كلنا هم الجماعة. احنا اطفال. شباب اطفال هم ما شاء الله. الشباب الكبار الرجال الاباء مع اطفالهم حاضرين هنا. ذي أمورة صغيرة، طلع ذي الأمورة الصغيرة، كيف حالك؟ الحمد لله أخباركم طيبين؟ الحين تغسلت ولا؟ الحمد لله ما يحتاج من بعد الفجر. تغسلني وتسبحتوا؟ إيوا. ونشدتوا؟ إيوا. إيش معاكم من يلا هاتوا الجود يلا. الماء الآن يصل إلى هذا المكان. يلا هاتوا الجود يلا هاتوا الجود. هاتوا خمي يلا هاتوا الجود. يلا ساحرة تلفون ولا؟ يلا يلا يلا. ما شاء الله المياه تصلى عندكم. ما يحتاج. طيب ذي الأمورة الصغيرة ممكن نوصل لها يا حمد. ذي ما شاء الله ذي صورة. هذه شكلها كذا مع نفسها. سلوم. من اسمه؟ اسمك من؟ سلومة. سلومة. من اسمك؟ سلومة. ما شاء الله يعني تلعب وعجبها البحر. عجبها البحر هذه. تلعب بش هذه الآن ما شاء الله هذه. ما شاء الله تلعب وتسوي ألعاب جميلة هنا أيضا على البحر. خذي تعمل إسكريم وبعدين تأكل هذا الإسكريم. أعطوا لها الإسكريم. ها وهنا أيضا التجارب الموجود الازدحام الشديد. نتعرف على الإخوة. أحمد بن إسلام بلحام. من فين؟ من حضرموت. فين في حضرموت؟ من القطن. القطن حي الله. نعيم عامر بن نجار. من وين؟ القطن نفسه. من القطن. صلاح عيضة بن نجار من القطن. المتحدث الرسمي باسمهم؟ نعيم عامر بن نجار. حياك الله. يعني طلعتوا زيارة أصدقاء أصحاب يعني مع بداية هذا الموسم. كيف الموسم وليش تختاروا هذا الشاطئ بالتحديد؟ اخترنا الشاطئ لأنه شاطئ ممتاز ودائما يعني الأجواء فيه رائعة. نزلتوا من الصباح؟ نزلنا من الصباح أصلا الساعة يمكن 6 الصباح نزلنا هنا و نشوف الأجواء تمام الحمد لله يعني ماشي. حي الله. كيف أصحاب القطن وإيش تقول أصحاب القطن اللي ما زالوا في القطن وما طلعوا البلدة؟ لا نقولهم طلعوش في البلدة زين. جميلة؟ جميلة. بعض يقول لك الكهرباء وما كهرباء. لا 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 ماشي. كيف تبهو بس؟ تغسلت أنت ولا عاد؟ تغسلنا والله من الفجر قلت تغسلنا. صلاة الفجر. شوف البحر ما يطلع لحد كذا إلا اللي ما تغسل. لا لا تغسلنا. طلعنا تغسلنا هسه بعد الفجر إن شاء الله. كيف الجو؟ ال 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 يحتاج والله الجو ما يحتاج أجواء رائعة في المكلا. وننصح أصحابنا اللي في حضرموت في الوادي إنهم يطلعون للبلد للساحة يغيروا الجو هذا من الكهور والسمو. أيوة الجو بارد ما يحتاج البحر والبحر أبرد. أبرد إن شاء الله. اسمك الكريم بس من وين؟ عمر سام سعيد وزير. من وين؟ وادي العين. حي الله أصحاب وادي العين. ابنك ذا؟ هذا ولد خوي. ولد خوك؟ هاي طلعنا على البلدة. ما شاء الله. جيتوا من وادي العين عشان البلدة؟ أيوة. حياك الله. لاحي. كيف الوادي؟ والله الوادي ممتازة. كيف الخريف هنا؟ خريف زين. قرع وتمر. كنت أكلته منه؟ أوه يأكلون. حياك الله. ننزل. تغسلت ولا ننزل؟ لا تغسلنا خلاص. مرة ثانية كفي خلوا ناس ثانيين. حياك الله. كيف الجو اليوم وكيف الماء؟ الجو حلو. البحر؟ البحر لطيف ما شاء الله. إن شاء الله شكلك من اللي يخرجون بدري وترجع بدري. أيوة بعد الفجر خلاص. بعد الفجر خرجت. أيوة بعد الفجر. الله يحييك. اليوم على الشطآن وعلى شاطئ البلدة. أيوة. تطلع سنوي ولا؟ لا والله لي 5 سنين ما جيت. 5 سنين ما جيت. أيه. يعني ما قدرت تقناه بقطول لسه. شوف عبر الشاشة بس البلدة. عبر الشاشة لا أول من أول قلنا إحنا نعرف البلدة. قبل الخمس. قبل 25 سنة. كنا نروح هناك خلف. خلف. ما دحين ما شاء الله زينوها. بس كيف أنت الآن لك 5 سنوات من البلدة كيف شفت الناس وازدحام الناس مقارنة بالماضي؟ والله أكثر ما شاء الله. الآن كثير. أيوة. أول كان قل لي نروح نصلي الفجر وخلف هناك. ونتروش ونعيال خالي وعيال اخوي والحين ما شاء الله يعني زينوها. من حاب ترسل رسالة عبر الشاشة ايش تقولهم المشاهدين والمغتربين واصحاب وادي العين اللي ما زالوا في الوادي هناك عند النخيل ايش تقولهم؟ نقول الحمد لله البلدة ممتازة وحضرموت بخير والامور كلها طيبة والشباب فيهم الخير والبركة وكل ما تزين ان شاء الله البلدة بالفرح والسرور والسعادة. نتواصل هنا ونواصل مع الشباب الحاضرين. كيف الشباب؟ كيف احوالكم؟ الحمد لله. الحين تغسلتوا ولا؟ غسلنا ودمنا. ها؟ غسلنا ودمنا. كيف احوالكم؟ اسمك الكريم؟ احمد علي باوزير. من وين؟ وادي العين. طيب الحين بتدفنون من هنا؟ من فين؟ لا خذيت طويل عقلنا.
تغسلتوا؟ ايوه. كيف الجو معاكم؟ اوه حاجه حلوه. يلا نشوفكم الدفنو. يلا بسم الله. يلا الشباب ومجموعة من الرياضيين ينسقوا مجموعة من الألعاب الترفيهية من خلال طبعا الرياضات المختلفة والمنتشرة هنا. وهنا اليوم في شاطئ الستين معانا هذا صاحب اللعبة، اسمك عمر عبود باوزير. ما شاء الله عندك لعبة حلوة. ايوه الصراحة هذا احسن ناس اخترته. اخترعتها انت؟ فريق الصاعقة هذول. طيب بس اشرح لي ايش هذه اللعبة؟ هذه اللعبة تدريبيا بعد السباحة. انت تدربهم كل يوم؟ ايوه. طيب معاهم لعبة كل يوم يتدربوا عليها، ايش طبيعه اللعبه؟ طبيعه اللعبه قفز فوق الاجسام. من بيقفز؟ هذول المتسابقين. طيب الابطال. تعرف عليهم. تعرف اسمك؟ عبد الرحمن محمد بابطين. عبد الرحمن. علي محمد. علي بسويد. علي بسويد. صالح عبد الله. علي محمد بريك العام. هذه طبعا فريق القرمات. ايوه فريق القرم. القرم كلهم ابو قرم. ايوه ابو قرمه. والفريق الثاني ابو خلسه. الفريق الثاني بدون قرمات عشان نهذب الاسم شوي. صح. ايوه واسماءكم من؟ محمد مازن سال باوزير. بدون قرمه يا باوزير. سعيد جنيه سال باوزير. باوزير. سعيد جنيه سال باوزير. ما شاء الله. يا صنعش بن سهل. بن سهل ما شاء الله، الباوزير وبن سهل. ما شاء الله. هذا هذا فريق القرم وهذا فريق السباحه، لا فريق السباحه. هذا الانقاذ وهذا فريق ايش؟ المتسابقين. انت الحكم، من الحكم؟ انا الحكم. من اسمك؟ اسمي عمر عبود باوزير. اذا بتنحاز لفريقك. لا. طيب طبعا بنطرق المتسابقون الان من الجنب الثاني عشان البحر والاخوه هنا خلوا البحر يعني يلا يلا بسم الله ننطلق الى ما هناك. يلا انت بتحسب بتقولهم واحد واحد زيرو اكشن. واحد زيرو اكشن يعني ينطلق هنا. طبعا هذول طبعا انتم بتكونوا يعني ساجدين. اسماءكم على السريع. خالد عبد الله. خالد. احمد. اشرف. عبد الرحمن. سعود. محمد. 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 وهذول اسماءكم على السريع. سعيد بن سهل. يسلم. عبد الرحمن. يسلم. عمر. خالد. سالم. نايف. جاهزين؟ واحد زيرو اكشن. بسم يلا الله. انطلق. ايوه انطلق انطلق. تمام. ارجع ارجع صاحبك على السريع. ارجع المس هذا الاولي. ايوه اطلع خلك. ايوه بسرعه. من اللي يخلص الاول؟ ايوه على السريع تلمس صاحبك الثاني. اللي بعده اللي بعده على السريع على السريع. يلا بسرعه. من اللي يخلص؟ ارجع المسه. المس صاحبك. ارجع 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 ارجع. هنا المس ذا المسو. المس صاحبك على السريع. ايوه المس المسو على السريع. المس ارجع ارجع. المس صاحبك. يلا بسرعه 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 بسرعه. يلعب البلا مخلوص. يلا يلعب البلا قرمه. خلاص خلصوا. خلصتوا. اذا فاز معنا فريق السباحين. ايوه البلا قرمه. ثالث وثابت يا اخي. نحن فزنا الاوليه فازت انا باقي فاصل فاصل فاصل. تعال الحين فاصل. طبعا طبعا فاز معنا هنا فريق السباحين. اسمع لهم تحيه. فريق الصاعقه. ايوه فازوا فاز. طبعا نقلنا لكم طبعا فرحه وسباق وتنافس طبعا جميل بين الاخوه هنا في شاطئ الستين. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام. طبعا مستمرون معكم في هذه الفقرات المنوعة على شاطئ البلدة. We'll be right back.
وسهلا. ما شاء الله كره؟ ها؟ يا هلا فيك. كيف حوالك؟ والله كل شيء تمام. طيب تعرف على اسمك الكريم؟ عبد العزيز بوزير. من فين؟ مكلا. اغتربت؟ ايه مقتل. فين؟ في الرياض. ما شاء الله في الرياض. اليوم في شواطئ المكلا. الله يحييك. اول مره تحضر بلد ولا من قبل حضرت؟ لا من اول حضرت دايم. طيب اليوم كيف تشوف الاجواء مع موسم البلده؟ ايش الجميل في البلده؟ والله ما شاء الله كل شيء زين ان شاء الله. ايش الاجمل؟ ما شاء الله الاجمل الشباب والجو ذا والازدحام. الازدحام هذا حلاوتها. طيب انتم نزلتوا توعدتوا مع مجموعه من الاصحاب، البعض ينزل اصحاب، البعض ينزل عوائل، انتم اليوم ايش عائله ولا اصحاب؟ لا والله شباب نزلنا. شباب؟ ايه شباب. نزلتوا من بعد الفجر؟ قصدك من بعد الفجر جينا. اصطبحتوا وجيتوا ولا عاد؟ لا لازم باخو مي بحليب وذا. باقي حد من اصحابك في السعوديه؟ في هنا شباب جو معي اخوي و... تعال يا فيصل. تعال يا فيصل اللي جاء من السعوديه. تعال كيف هذا اخوك ما شاء الله. تعال قبح الفيصل. تعال هنا. باقي من عاده؟ باقي شباب هذا. تعال انت اخوه ما شاء الله. كلكم اخوان. ايه اخوان ما شاء الله. اخوان. باقي من عاده من اصحابكم جاء؟ شباب والله. باقي ثلاثه اخوان من السعوديه. انتم اخوان ولا اصحاب؟ لا اخوان بس في اصحاب. باقي عبد المجيد بوزير. فيصل بوزير. ثلاثه اخوان وكلكم اغتربتوا؟ ايه انا اللي جيني الحين. جيتوا مع بعض؟ ايه مع بعض. ما شاء الله. الله يكرمك. باقي معاكم اخوه هناك ولا لا؟ ايه باقي السعوديه. ما شاء الله. وباقي معاكم اصحاب في السعوديه. ايه. ايش تقولوا لهم من على شاشه حضرموت؟ نقول لهم والله لازم يجون. لازم يجون كل. تعال تابعوا حضرموت اكيد. اكيد طبعا. القناه الاولى طبعا. حضرموت. طيب لما تشاهدوها عبر نافذتها هذه كيف انطباعكم عن حضرموت عن المكلا؟ والله يعني يزداد الشوق اكثر يعني. حنين اكثر يعني. باقي معك هذا لو اصحابك الان اللي يتابعونك ويشاهدونك ما جاوا ايش تقول؟ والله لابد زياره الوطن يعني، الوطن يحتاج زيارات بس ولو المره. ورسالتك؟ رسالتي يعني نقول البلده جميله يعني ولازم يحضرون البلده يجون بس. ما شاء الله يعني رياضتكم المفضله الكره؟ هي يعني كره سباحه شويه. سبحتوا كل؟ يعني شويه سباحه. هنا شاطئ الستين وهنا طبعا المياه، كيف الحال؟ الحمد لله. هنا الرياضيين طبعا يتوافدون وحاضرين وبعد النهائي، كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام، الاجواء تمام الحمد لله. موسم ثالث متواصل معكم على شاطئ البلده، وهنا معنا الاخ الكريم. اسمك؟ خالد ابراهيم العمار. ارفع صوتك شوي مع البحر، من اسمعك؟ خالد ابراهيم العمار. من فين يا خالد؟ من الحديده. ما شاء الله اصحاب الحديده حاضرين. اي والله. مقيم في المكلا؟ اي والله. ولا جيت عشان البلده؟ لا والله جيت عشان البلده ونتفسح في البيت. أول مرة تحضر في البلدة؟ أيوة أول مرة والله. تسمع عنها من قبل؟ أيوة أسمع عنها. كيف شفت الموسم وكيف البلدة وكيف أجواءها؟ والله أجواء رائعة جدا جدا أقسم بالله، والوضع تمام والأمن مستتب يعني، والمسمى البحر تمام. عندكم في الحديدة بحر؟ بحر أيوة. بس مش بالبرودة هذه؟ لا ما في البرودة. لا عندكم بلدة؟ لا أبدا. ما شاء الله. والأصحاب هذول تبعك؟ لا ما تبع. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. تعالوا نتعرف على أسماءكم الكريمة ومن وين جيتوا وكيف الموسم هذا العام؟ عزوز. عزوز من كامل؟ عزوز مارش. حياك الله. من فين؟ أنا من الحديدة. معه؟ آه. حياكم الله. ما شاء الله أصحاب الحديدة اليوم أصحاب مرة هنا ولا إيش؟ نحن جينا من شان البردة بس. أنت جيت عن شان البلدة؟ آه. سمعت عنها؟ سمعت من قبل. من وين من قبل؟ من قبل يعني سمعت على البرده هذه بالمكلا. يعني من قبل كانوا يجوا اهلي. اول مره تحضر؟ اول مره احضر. كيف شفت الجوله؟ الجو حلو ما شاء الله. واضح انك اغتسلت. اغتسلت بارد. بارد جدا؟ بارد جدا. اللهجه برضو مائله الى العدنيه شوي. انا عايش بعدن. عايش واضح انك تربيه عدن. حياك الله. الان عند اصحابك ولا كذا ساكن؟ لا والله ساكن مع اصحابي كذا مع العيال، طلعنا مشى العيال كذا يومين ثلاث ايام بنمشي. طيب الحين الرساله توجهها لاصحاب عدن واصحاب الحديده. نحييكم اصحاب عدن واطلعوا شوفوا البرده والجو بارد احلى من عدن. لحظه من هي اسمها البلده مش البرده؟ البلده. تقول البرده؟ البلده. حلو اصحاب عدن يعني بس انت بردان. بلدان اصحاب عدن. اصحاب عدن تعال كيف الحال؟ عدني؟ تمام ايوه. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف امورك؟ والله اموري طيبه. قولوا مهلوش وما لا في مهلو. كم مهلو؟ كيفك مع اجواء البلده؟ والله كيفك والله. كيف البحر؟ البحر حلو. شفت هل في برود اكثر من هذه في عدن؟ في لا ماشي هنا قوي. هذا بارد؟ هنا قوي بارد. ما عندكم بلده في عدن؟ لا ماشي بلده. حياك الله. اصحاب عدن حاضرين، اصحاب الحديده مختلف المحافظات، وايضا الوافدين من الدول الاخرى هنا الحاضرين. تعال يا صاحب. تعال بدوي. تعال علي يا بدوي. بدوي من حضرموت الداخل. تعال. وانت؟ انا من عدن. حيا الله اصحاب عدن، كيف الحال؟ والله تمام كويس فوق الجو.
فوقه ولا على الجو؟ على الجو. وعلى الشاطئ؟ ايوه تمام. ما شاء الله، أول مرة تحضر البلدة؟ أول مرة بحياتي. أول مرة في حياته، وأيضا من عدن وأصحاب عدن وطيبتهم ولهجتهم العدنية الجميلة. أيوة حاضرين اليوم؟ ها؟ تمام على شوف البرد الآن، شفت الجو كيف؟ ايش عيب عليك؟ برد؟ ما يحتاج والله. طيب، أصحاب عدن طبعا ما عندهم بلدة، لكن اليوم في المكلة هنا وأجواء البلدة الباردة. طبعا خرجنا من موسم الصيف الحار إلى فجأة إلى هذا الموسم البارد مع البلدة. كلمتك لأصحاب عدن اللي هناك عادهم؟ أتمنى إن الشباب خاصة أصحاب عدن يطلعوا هنا يشوفوا الجو، ما فيش له مثيل، خاصة هنا ولا بالبرازيل بس. ما فيش إيش؟ بالبلدة هذه الجو هذا ما في إلا منه بالبرازيل ولا بحضرموت بس. ليش رحت البرازيل؟ ثاني ما فيش، عيب عليك، أصحابي كلهم من هناك. يكاد كنا أن نقفل الحلقة ولكن من جديد عشان الإخوة اللي جاءوا طبعا مغتربين، كيف حالك؟ جميل حالك بخير الله يحفظك. اسم الكريم ومن وين وفين اغتربت؟ والله أنا من أحمد سالمين من بقرف أو شيء من الحامي، مغترب بالكويت ممكن تقريبا من 40 سنة احنا في الكويت. إيش سر أصحاب الحامي أغلبهم مغتربين في الكويت؟ إيش السر؟ لأن أبانا كانوا أجدادنا كانوا من هناك يعني مغتربين من زمان يعني. كم سنوات لك في الكويت؟ أنا تقريبا لغاية الحين 45 سنة. طيب بس الفترة بين العودة والرجعة كم تمكث وكم ترجع؟ يعني أكثر شيء 3 سنين. يعني الآن هذا متى جيت الآن؟ قبل سنتين أنا جيت. يعني قبل سنتين؟ سنتين يا حا. وذلوا عيالك؟ عيالي نعم. تعرف على أسماءكم؟ أنور. أنور أحمد. ما شاء الله. وأنت؟ سليمان أحمد. سليمان أحمد. عبد الله أحمد. ما اكتب تعال. وأنت صهرهم؟ أنا صهرهم طبعاً. الله يحفظك يا رب. مراد عمر بن ثقال. ونعم. صهر. كله طبعاً إيه. وهم من الحامي. متزوج من الحامي نعم. عندهم. اي بالضبط. حياكم الله. طبعا لم معاهم طبعا لم اليوم جميله اصحاب الحامي بس جد في بلده في الحامي صح؟ اكيد في بلده بس انتم اليوم في احنا احنا من اساسات البلدات في الحامي. نعم صحيح. يسموها طبعا نعم. منبع البلده. نعم صحيح. طيب اليوم انتم في المكلا زياره ولا اقمتوا هنا فيها؟ لا والله زياره، احنا عندنا بيت هنا. وجايين هنا يعني البلدة نعم. مع ازدحام الناس. ازدحام اكيد اكيد. طيب لما تكونوا في الكويت كيف تشاهدوا هذه المناظر وهذه المشاهد عن بعد؟ والله صراحه قناه حضرموت لما تغطي المناظر اللي كذا صراحه احنا نرتاح، نحس بان يعني مترابطين مع البلاد. بس ممكن تتعذبوا شوي في القربه بالمناظر هذه. اكيد اكيد بس يعني في احنا تعال معنا عشان ندردش نحن وياك معاه. الله انت برضو كنت في الكويت؟ اي بالضبط موجود. طيب عندي الصور قلنا هذه تعذبكم شوي. وايد وايد مو شوي. ليش؟ والله وايد، لان كل ما نشوف نتذكر احنا الفتره اللي كنا هنا عشنا فيها وحرمتنا الغربه صراحه من هالفتره الحلوه والجميله صراحه. كم اخر مره مكثت في الكويت؟ الحين سنتين. بعد متابعتنا في قناه حضرموت ونشوف المناظر الحلوه والمذيع متميز صراحه. لا بس غير مذيع يجذب يعني يعني انتم المهرجانات والاوضاع يعني صراحه يعني الان هذه نقطه، اصبح المغتربون الان يحولون اجازاتهم من الاعياد الى موسم البلد. بالضبط بالضبط شوقا للموسم. بالضبط اكيد، وهذا فتره بالذات فتره جدا حلوه صراحه. حياكم الله. اذا تريد يومك صباحي وبلده تبدأ بالباخومري. باخومري نعم. زعتوا على الباخومري؟ لا ضو طلعنا فوق هناك دلة وريا دلة يعني مثلنا اليوم. أكيد أكيد أكيد. حياك الله. حياك ما قصرت. طيبة. حياك وإن شاء الله أيضا نلقاكم أكثر بس لا تكثروا الغيبة. لا لا بإذن الله إن شاء الله. نحن معكم دوما ودائما وهكذا طبعا هي دوما أصوات المغتربين.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعه لهذه الحلقه وعلى شاطئ البلده. دوما ودائما نلتقيكم هنا على مختلف الشطآن في حضرموت ومن على شطآنها المختلفة والباردة في أجواء البلدة الجميلة هنا والساحرة. نصل اليوم إلى ختام حلقة اليوم من على شاطئ البلدة. شكرا لطيب متابعتكم، دائما ودوما نلتقيكم، كونوا معنا هنا على مختلف الشطآن ونحن نتواجد معكم لننقل هذه الانطباعات وهذه الفرحة وهذه البسمة كل يوم نحن معكم على مدار أيام البلدة. وللتذكير تابعونا أيضا دائما ودوما على هاشتاغ على شاطئ البلدة وموسم البلدة في حضرموت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.